تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة بالأبيار من توقيف 4 أشخاص مسبوقين قضائيا في قضية تكوين جمعية أشرار الشروع في جناية السرقات بالتعدد باستعمال سلاح نار القيام بأعمال تخريبية من خلال بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وحرياتهم.